وللتعليق على استمرار استهداف الميليشيات في العراق للقواعد الأمريكية وتحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن جنودها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، اليوم الخارجية الأمريكية حذرت عادل عبد المهدي من تعرض قواعدها العسكرية لهجمات من قبل الميليشيات، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لهذه الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. الحكومة أصغر من أن تفعل أي شيء تجاه أو شيء من شأنه أن يأثر أو يضعف دور الميليشيات في العراق، لأن هي الحكومة أساساً حكومة ميليشيات. كثير من قيادات المشهد السياسي هم قادة لهذه الفصائل وقادة لهذه الميليشيات، فبالتالي الحكومة أضعف من أن تتخذ إجراء. وأنا أعتقد أنه الميليشيات هي لديها السطوة والسلطة على الشارع وعلى الأرض أكثر من سلطة الدولة وسلطة الحكومة، فبالتالي إذا كان هناك من يعتقد أنه ما تطلقه الحكومة من وعود على أنها ستحاسب من قام بهذه الأعمال، سواء الهجوم على القواعد الأمريكية أو الاعتداءات اللي تصير بالشارع العراقي، كلها ضحك على تقول، لأن الحكومة هي جزء من هذا المخطط وتعرف حقيقة سلوك وتصرف الميليشيات، وأحيانا لديها العلم بما تقوم به هذه الميليشيات وتوفر لهم هذا الغطاء. طيب، هل تعتقد الإدارة الأمريكية أن حكومة عادل عبد المهدي لها كلمة على هذه الميليشيات وبالتالي يمكن لها أن تكبح جماحها؟ لا، بالعكس، الإدارة الأمريكية تعرف جيدا، لكن أيضا الإدارة الأمريكية للأسف الشديد لا تريد أن تعترف بالواقع الحقيقي. تعرف جيدا أنه الحكومة أضعف من أن تحاسب الميليشيات، والحكومة تخضع بالمطلق إلى سلطة الميليشيات، والميليشيات هي من يقود الحكم في العراق بتوجيه وأوامر إيرانية، وإيران هي من تحكم العراق. فبالتالي الأمريكان ليس أغبياء، يعرفون أنه هذه الحكومة غير قادرة على أن تمنع أي تصرف أو سلوك من الميليشيات في العراق، سواء ما يتعلق باتجاه الشعب العراقي أو القواعد الموجودة بالداخل العراقي. الأمريكان يعرفون الحكومة ضعيفة، ومن يقود الحكومة هو جزء من إيران ومن هذه الميليشيات. فأنا أعتقد أنه هي مجرد أوراق ضغط على الحكومة من قبل الأمريكان على أنها عليها أن تقوم بدورها، عليها أن تفعل ما مطلوب منها، عليها أن كذا، وهذه كلها نقاط تسجلها الإدارة الأمريكية على هذه الحكومة، وهي تعرف الحكومة لا حول لها ولا قوة لها. أمريكا إذا كانت جادة في إجهاض وإضعاف هذه الميليشيات والقضاء عليها قادرة أن تفعل ذلك وبدمن قياسي، لكن أمريكا أن تتخذ ميليشيا من الميليشيات ردا على عدوانها وكأنه الميليشيات الأخرى في العراق حمامات سلام وملائكة غير معنيين بالقضاء عليهم، ولذلك أمريكا أيضا لغاية الآن لم تكن جادة في عملية القضاء على هذه الميليشيات وعلى الدور الإيراني في العراق. هنا السؤال أستاذ مازن، يعني لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على حكومة عادل عبد المهدي نتيجة هذه الهجمات؟ يعني ألا تعد هذه الميليشيات جزء من هيكلية المؤسسة العسكرية في العراق التابعة لرئاسة الوزراء؟ سيد الفاضل، لا يوجد في العراق حكومة بمعنى الحكومة ولا حتى دولة بمعنى الدولة، لأنه كيف يكون هناك دولة وهناك أكثر من 100 ميليشيا لديها السلاح وسلاح نوعي، وهذه الميليشيات هي من تخطف ومن تعتقل، لديها سجون ولديها مراكز ولديها مقرات. فبالتالي الحكومة العراقية أضعف حلقة بالمشهد السياسي، لأنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء لهذه الميليشيات لاعتبارات عديدة، لأن الحكومة الكابينة الوزارية إجت بقطار الميليشيات، إجت من خلال زعماء هذه الميليشيات. يعني انظر كم برلماني عند هادي العامري وهو رئيس أكبر ميليشيا بالعراق، كم برلماني موجود عند التيار الصدري، كم برلماني موجود عند الخزعلي عند دولة القانون، كل هؤلاء الذين بالبرلمان اللي يشكلون الحكومة هم قادة إلى ميليشيات وهم قادة تابعين إلى إيران. فبالتالي كيف يعني من تعتقد الإدارة الأمريكية أنه الحكومة العراقية ممكن أن تتخذ في يوم ما موقف سلبي ضد هذه الميليشيات، أو أن تضغط على هذه الميليشيات أن تسلم سلاحها أو أن تمنعها من أن يكون لها دور في السياسة داخل العراق؟ هذه ضحك على الذقون. الحكومة العراقية منذ الاحتلال ولغاية الآن هي حكومة
ظل لإيران، والميليشيات ترعرعت ونشأت بتوافق أمريكي إيراني، والآن أصبح هذه الميليشيات بعد زيارة علي شامخاني الذي أعطى الأوامر التقى مع كل رموز العملية السياسية بما في قادة الميليشيات وحرضهم وأمرهم حقيقة أن يقومون بفعل ضد التواجد الأمريكي في العراق لكي يخفف الضغط على إيران. وكان أول هجوم اللي حصل وراحوا بريطاني وأمريكيين اثنين، وكانت هذه العملية بيعة، وعربون من هذه الميليشيا إلى علي شامخاني بأننا باقون على العهد والولاء إلى إيران وإليك. وعندما ردت أمريكا بقوة، لأنه القتلى من رعاياها، لو كان القتلى من العراقيين لا يهمها لو يكون الشهداء أكثر من 1,000,000 عراقي، وبدليل أنه انظر للثورة العراقية منذ تشرين ولغاية الآن أكثر من 40-50,000 جريح و1,000 شهيد، لم تحرك ساكن أمريكا. نعم، أمريكا ترد عندما تتهدد مصالحها أو عندما يتعرض رعاياها أو جنودها إلى العدوان، وهذا كان هو الرد. أما أمريكا ألا تعرف جيدا أنه كل الميليشيات في العراق هم وجهان لعملة واحدة يتبعون إلى إيران، فلماذا تستهدف ميليشيا وتترك بقية الميليشيات؟ وهي تعرف جيدا أين مراكز هذه الميليشيات، وهي تعرف جيدا أين مقرات هذه الميليشيات. أما أن يكون الرد على شكل صفحات وعلى شكل مراحل، طيب، هذا ما راح يقضي على الميليشيات. فلنفرض أن الميليشيات قامت بهجمات جديدة وكررت هجماتها على القواعد الأمريكية وسقوط عدد من الجنود الأمريكان على الأراضي العراقية، كيف تتوقعون أن يكون الرد الأمريكي بعد هذه الهجمات؟ أمريكا تريد عندما تتعرض مع جنودها إلى العدوان أو إلى القتل أو إلى مصالحها تتهدد، نعم تريد وتريد بقوة، لأن لن تسمح لإيران أن تتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي نعم تترد، والرد قد يكون اليوم أو بكرة تريد. لكن أمريكا ينبغي لا يكتفي الرد عندما تتعرض أمريكا في معسكر معين داخل العراق، عليها أن تعرف جيدا أنه كل هذه الميليشيات هم مصادر خطر على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، وهؤلاء ميليشيات إرهابية، عليها أن تصفي حساباتها مع كل هذه الميليشيات وتقطع الرؤوس. أما ترد على ميليشيا قصفت معسكر في جنود أمريكان وراح ضحيتها 2 أو 3 وترد على طيب وبقية الميليشيات، إذا سيستمر هذا المسلسل، وهذا المسلسل لن ينتهي إلا بموقف جدي وشامل لتصفية هذه الميليشيات العراق. نعم، الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي كنت معنا من لندن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.